كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن حسام مبروك، فوز كبير ومهم جدا للنادي الاهلي النهارده على فريق بيعتلي قمه بطوله الدوري. تقييم حضرتك لاداء النادي الاهلي بشكل عام النهارده؟ في البدايه طبعا تحياتي للكابتن محمد فاروق، كابتن ربيع، كابتن اسامه، كابتن سمير كمونه. اكيد طبعا فوز مهم، بتفق معاك، مهم جدا النهارده بثلاث نقاط مهمين، والمباراه طبعا كانت مؤجله من الاسبوع الرابع، وفي نفس الوقت يمكن زي ما نقول المرحله اللي احنا فيها وهدفنا طبعا في بطوله الدوري ان شاء الله كانت مباراه مهمه جدا، وكل ثلاث نقاط في ظل عندنا كم كبير جدا مباراه المؤجله مهميه جدا. في نفس الوقت بتفق معاك ان احنا النهارده بنلعب مع فريق الاسماعيلي، فريق مميز وبيأدي بشكل مميز السنه دي وموجود على قمه الجدول، فاكيد الفوز برضه بيبقى ليه اعتبارات مهمه جدا في ظل المنافسه. وبشكر اللعيبه على ادائها برغم طبعا الفتره الزمنيه برضه قليله جدا وعندنا غيابات كثيره جدا، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا، وزي ما انا بقول متملي مؤمن ان اي لاعب موجود في قائمه النادي الاهلي قادر ان هو يبقى موجود و يمثل الفريق. لكن ثلاث نقاط مهمين، واذا اتكلمت على الجانب الفني بقول انا راضي عن المباراه بالذات عن الشوط الثاني اللي حصل طبعا فيه تغيير عن اداء الشوط الاولاني. يمكن الشوط الاولاني كان فيه تاخير مننا شويه وكان فيه سماح لفرقه الاسماعيلي بالتحضير والاستحواذ بشكل كبير، وكان فيه محاولات هجوميه منهم في الشوط الاولاني نتيجه ان احنا سمحنا لهم بالاستحواذ ووجودهم في اوقات متكرره قريبه من البوكس بتاعنا. لكن الشوط الثاني اتغيرت منطقه الزون نتيجه التعليمات اللي اتقالت. ايه تعليمات يا كابتن حسام؟ لا مش هقول بالظبط، ما ينفعش اقول التعليمات بالظبط، لكن انا بقولها بشكل شامل اهو، ان منطقه الزون اتغيرت في حته الضغط شويه مع تغيير طريقه الضغط في انتشارنا واحنا ما عندناش الكوره، اتغيرت صعبت على الاسماعيلي ازاي يستحوذ وازاي يبقى موجود في نص ملعبنا زي ما كان في الشوط الاولاني، وخليتنا قريبين من منطقه ال 18 بتاعتهم وقدرنا نعمل هجمات اسرع عنها هدفين، واعتقد ضاع هدفين تاني او ثلاثه مؤكدين يعني. الدفع بكماني ملامبي النهارده في اول مباراه ليه مع النادي الاهلي، ده يدل عن ثقه كبيره من كابتن حسام البدري في هذا اللعب يا كابتن؟ اكيد طبعا، وشفنا اللعيب عنده قدرات مميزه طبعا، لكن يمكن ارتباطاتنا الافريقيه وعدم تأييده طبعا افريقيا كان في صعوبه ان يبقى موجود، لكن انا باكد ان هو لعيب مميز وان شاء الله باذن الله بس فتره الانسجام كده، لكن اكيد هيبقى ليه دور معانا الفتره الجايه ان شاء الله. من فتره من فترات كابتن حسام بدري كنت قلت ان انا بفتقد للسرعات في الثلث الامامي، بوجود وليد ازارو وبكماني ملامبي كابتن حسام بدري اصبح يمتلك السرعات في الثلث الهجومي بتاعه. اكيد، ويمكن اشرت اكتر من مره على الميزه دي اللي موجوده عند وليد، وخلينا نقول يعني في بعض الكلام ساعات بيتقال ان وليد بيضيع فرص كتير كده، لكن خلينا نتكلم احصائيا. انت لو عملت احصائيه لوليد عدد المباريات مع الفرص اللي جات له مع الاهداف اللي جابها هتلاقي احصائيه مميزه جدا بالنسبه له، وبالتالي فعلا اكتسبنا عناصر بقى عندها السرعه، وباذن الله يعني باك، احنا بنقول باك هو اختصار اسمه باكا برضو عنده الحته ديت مع العنصر المهاري، فان شاء الله يبقى اضافه ان شاء الله ليه. ضغط المباريات وتوالي المباريات كل 3 4 ايام مباراه كابتن حسام، ازاي هيتم التعامل مع هذا الضغط؟ اكيد روتيشن، لكن بيهمني قبل كده ان شاء الله عوده العناصر الغايبه، لان عندي ثقه كبيره في الناس اللي موجوده، لكن عوده العناصر طبعا اللي غايبه هتبقى مهمه جدا، لان اكيد هيبقى في روتيشن، لان احنا بنلعب كل 3 ايام والروم الرابع على طول مباراه، فاكيد تدوير يعني شويه. سؤال ذو شقين، تقييم حضرتك لاداء محمد الشناوي النهارده في المباراه، وفي نفس الوقت شريف اكرامي حضرتك كنت وقفت جنبه بشكل كبير جدا على مدار الموسم اللي فات كان بيمر بفتره صعبه، تعليق حضرتك على اللاعبين ايه؟ لا هو اصلا يعني انا عاوز اقول واوضح واجيب بالنسبه طبعا يعني بالنسبه لشريف اكرامي يا جماعه مفيش مشكله خالص لشريف اكرامي، شريف اكرامي حارس مميز جدا، لعب السنه اللي فاتت موسم مميز مع النادي الاهلي، فادائه كان كل اللعيبه كانت طبعا سبب ان احنا نعمل بطوله الدوري العام وبطوله كاس مصر ونصل الى نهائي افريقيا، شريف كان احد العناصر المميزه اللي كانت موجوده، لكن خلينا نقول ان لابد يبقى عندنا حارس مرمى ثاني وثالث، وانا بقول احنا عندنا ثلاث حراس مميزين شريف اكرامي والشناوي واحمد عادل، هذه القصه باختصار يعني. نفس الحال بالنسبه لصلاح الجمعه، احنا عارفين ان مفيش اي مشاكل، ناس كتير بس هي اللي بتتكلم. لا مشاكل بالنسبه لصلاح مفيش مشاكل، هو مش جاهز بس بدنيا عشان بالظبط صلاح كان مصاب وفتره التاهيل ولسه فتره التدريب اللي هو قضاها بعد التاهيل قصيره جدا، يمكن لسه الاكتمال البدني بعيد شويه، لكن ان شاء الله صلاح بيتمرن، واول ان شاء الله ما يجهز ويبقى عنده فرصه ان هو يشارك، لان يجهز ويبقى عنده فرصه ان هو يشارك، الاختيارات دي عليها معايير كثيره جدا ان شاء الله. بس شكرا يا كابتن، الله يخليك، شكرا. طبعا ده كان لقائنا الهام جدا مع